عنوان: الدليل الحاسم للخلق. عنوان فرعي: حسم الجدل القائم حول الأصول. كتاب للدكتور جيسون لايل. الفصل الثاني. عنوان: الحل لمشكلة الجدل القائم حول الأصول. أليس أمرا مثيرا للاهتمام أن اثنين من حاملي شهادة الدكتوراه يعملان جنبا إلى جنب لدراسة أحد الأدلة المادية، ويصلان إلى نتائج مختلفة تماما حول ما يعنيه هذا الدليل. في الوقت الذي كنت أقوم بأبحاثي للحصول على شهادة الدكتوراه في جامعة كولورادو، سنحت لي الفرصة أن أجري العديد من الحوارات مع عدد من أهم دارسي علم الفلك، وغالبيتهم من المؤمنين بالانفجار الكوني العظيم وبالكون الذي يعود إلى عدة مليارات من السنوات. ومع ذلك كنت أرى عددا كبيرا من الأدلة التي تشير إلى أن الكون إنما هو أشد حداثة من تلك الأرقام وبفروقات شاسعة، كما يوجد عدد من علماء الفلك الخلقيين ممن هم على اطلاع على هذه الأدلة. لكن ما هو سبب وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى ذات تلك النتائج؟ والأمر الذي لا شك فيه هو أن العديد من الزملاء كانوا يعتقدون بغرابة الأمر، ذلك أنني أرفض القبول بالانفجار العظيم والإطار الزمني ذو مليارات السنوات. وأعتقد أنهم قد تساءلوا أيضا: اقتباس، لماذا لا يستطيع هذا أن يرى كل هذه الأدلة على الانفجار العظيم والعمر السحيق للكون؟ نهاية الاقتباس. لقد رأينا في الفصل السابق أن تفسير الأدلة يتم من خلال رؤية كل شخص للعالم، فإن كل من الخلقيين والتطوريين سيقومون بتفسير الحقائق ذاتها، لكن كل منهم بطريقته الخاصة التي تعتمد على رؤيته إلى العالم. لذلك نجد أن الأدلة وحدها عاجزة عن حسم الصراع القائم بين التطور والخلق، فكل من الطرفين يؤمن بأن الأدلة في صالحه. ومن أجل الوصول إلى حسم عقلاني للجدل القائم حول الأصول، يجب أن نتعامل أولا مع رؤيتين المتعارضتين للعالم وليس مع الدلائل المنفردة. فإن كنا سنقوم بالبحث العقلاني للاختيار بين رؤيتين المتنافستين للعالم، فيتوجب حينئذ على الخلقيين أن يتعلموا ويفهموا رؤية التطوريين للعالم، وكذلك هو الحال بالنسبة للتطوريين فيما يختص برؤية الخلقيين للعالم. ولذلك سيكون من المفيد أن نقوم بتلخيص كل من الموقفين.